ملح يا يوسف قلت كله. السلام عليكم، جيت معك عمو جمال العربي. يدور لي. ايه. اروح وش بيه الروش؟ هو مشتاق شاف يا عزيز. على وش بيه؟ حلوه حلوه. تيجي له فوتو انتيلي فيك. عيب الحال. وعيب الهضره هذه الروش. وش تقول له السيد تقول له ديرونجيت؟ فيها ديرونجيت كذا. ها؟ انت كم ديرونجيتنا في حياتنا؟ ضربين عليك النح. جي نهار فريد تكون سيد فار انت هو شاف شونتي لهنا. شوف يا سيدي اروح على الهاجة اروح 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 تخي خبرك باش كنت شاد عيب الرجل هضره كيما تشكي مني الناس والله عيب عليك عيب عليك الرجل يعني ما الرجل هاك تشوف نهار فريد يكون سيد لنا حتى قطع غوات شبيه بويك هذا بسمع يقول دوك تجي تلاع لي انايا تقول عليها مسحور هاني رايح عليك الزنقه بما فيها هاك سيقها ولا كنسها ولا نظفها ولا دبر راسك جامي شفت واحد يدير ويحل الفراش من دار ويطيش عند الناس برك اي اي طيش من الدار وطيش عند عندك شهود عندك شهود عيب والله غير عيب يا الهضره هذه والله ما في محل خلاص الروج كلس بارك الله فيك يعطيك الصحة روش والله يعني مواطنين كيما انت نحتاجهم يلا هذه هي مع يشرح ربي يعيش قول روح روح ربي يعيش هاي ليك يا روش والله هاي ليك هاك شبعتني والله شبعتني بالزنقة بعبادها هاني رايح هاي ليك يروح هاني بفرق وعيب الرجل والله غير عيب والله ندير لك حلقه هاي والله ندير لك حلقه العشيه هاي تحشم لنا ما فيش تحشم يا ديو تيب الرجل في الظلمه تخرج لك وحده دير درويش العربي روح الرجل في الظلمه هذا ما كان ها اكتبي الرجل في الظلمه اكتبي فوزي غرشي اكتبي الرجل الظلمه الرجل في الظلمه ايه